بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم. وصلنا عند درس القطع الزائد اللي هو بعد درس القطع الناقص. والقطع الزائد سهل جدا طبعا ان شاء الله. بدناش نطول في الكلام. القطع الزائد اخو القطع الناقص، القطع الزائد اخو القطع الناقص، اخوان هذول. يعني باختصار لما تيجي تتكلم عن قطع زائد، هاي القطع الزائد بدك تعرف برضه ثلاث اشياء. برضه بدك تعرف ايش؟ ثلاث اشياء. ايش هم الثلاث اشياء اللي بدنا نعرفهم؟ برضه بدنا نعرف الدال والهاء. الدال والهاء اللي هو المركز يعني. وبدنا نعرف نوعه. وكمان بدنا نعرف مين؟ الالف. الالف والباء نفس الكلام. نفس كلام القطع الناقص، هو القطع الزائد بدنا نعرف مركزه ونوعه والف وباء. طيب القطع الزائد طبعا شكله راح يختلف، مش نفس الشكل. كيف شكل القطع الزائد؟ هاي القطع الزائد شكلها هيك، نرسم هيك. القطع الناقص، القطع الناقص كيف كان شكله؟ شكله كان هيك، شوفوا هيك القطع الناقص كان شكله. من عارف هيك القطع الناقص كان شكله. طيب نفترض القطع هاد، شوف شو بدي اعمل، بدي اقصه هيك. نقصه هيك، شايف هاي؟ طبعا احنا كان عندنا هون مين؟ فاكرين انتو؟ كان هون المركز. هذا المركز خليه زي ما هو، مش راح يتحرك. دال وها. طيب ايش كان هون؟ البقرة. ممتاز، كان في هون بقرة. وهون؟ رأس. وطبعا هون بقرة. وهون؟ رأس. هذا قطع القطع الناقص. هسا حكينا قصه من هون، شايفين هاي؟ اقلب لي اياها الجهه الثانيه، هاي اقلب هاي. يعني هاي لفها هيك، يعني فتحتها تصير للجهه الثانيه، فهي لف لي اياها. هنلفها هيك، هتصير هيك. تمام مبدئيا، والبؤرة كمان راح تروح مع اللفة هاي. فالبؤرة صار هون في بؤرة، والرأس زي ما هو. طيب الجهة الثانية نفس الكلام، لف لي اياها هيك. والبؤرة برضه لفت هون البؤرة. يا سلام، يبقى صار عندي مركز راس بقرة. طيب احنا بالعادة من المركز، من المركز للراس جيم. والله دارسين ما شاء الله. من المركز للراس الف. حافظين الحفظ. يا ريت. ومن المركز للبقرة جيم. للبقرة دائما جيم. يعني استاذ هون صار الجيم اكبر، اكبر من الف. جيم اكبر من الف. القطع هذا فعلا جيم اكبر من الف. طب اذا كان جيم اكبر من الف، الاختلاف المركزي معناته هاء، اللي هو اختلاف المركز اللي هو بيساوي جيم على الف، بيصير اكبر من واحد، صح ولا لا؟ اذا كان الجيم اكبر من الف، لما نقسم راح يطلع الاختلاف المركزي ماله اكبر من واحد. عشان هيك بنسميه قطع زائد، عشان هيك بنسميه قطع زائد، يعني اختلافه المركزي يزيد عن الواحد، اكبر من الواحد، يزيد، مش انت يزيد طبعا. القطع الزائد اختلافه المركزي يزيد، مش انت طبعا، برضه يزيد عن الواحد، ازود من الواحد، عشان هيك اسمه قطع زائد. والقطع الناقص ليش اسمه قطع ناقص؟ لانه اختلافه المركزي
ينقص عن الواحد، اصغر من الواحد القطع الناقص. طب القطع المكافئ، احنا ما تكلمناش عن القطع المكافئ اختلاف مركزي، بس خدها معلومه، الاختلاف المركزي للقطع المكافئ واحد، خلاص اختلاف المركزي للقطع المكافئ واحد. طب الدائره استاذ لها اختلاف مركزي، اختلاف المركزي للدائره صفر، يلا اختلاف المركزي للدائره صفر. اذا هون راح تصير جيم اكبر من الف، راح تصير جيم اكبر من الف. طيب اذا المركز دال وهاء ما في مشكله. هاد لما اجي اتكلم عن هاد، ايش نوعه هاد؟ هذا نوع سيني مبدئيا، هذا نوع ايش؟ سيني. طيب يبقى النوع بده يكون النوع هاد اللي انا بكتبه بحكي عنه نوع سيني، ماشي نوع سيني. نيجي نتكلم عن المحاور، محاور في القطع الناقص، القطع الناقص كان هذا اسمه المحور الاكبر، كان اسمه المحور الاكبر، لا هون راح يصير اسمه المحور القاطع، المحور القاطع. يبقى هذا يا جماعه المحور القاطع. طبعا المحور القاطع من وين لوين؟ محور القاطع من وين لوين؟ من الراس للراس، اللي هو من هون لهون الف، ومن هون لهون كمان كمان الف. اذا المحور القاطع، طبعا نوع القطع حسب المحور القاطع، نوعه يتبع المحور القاطع، يبقى نوعه نوع القطع حسب المحور القاطع. طيب هذا اسمه المحور القاطع اللي هو كان اسمه المحور الاكبر. يبقى طول المحور لو حكينا هون، طول المحور القاطع يساوي 2 الف، طول المحور القاطع يساوي 2 الف. احنا حكينا هون جيب اكبر من ايش؟ من الف. طب وين المحور الثاني؟ هذا هذا المحور الاكبر صار اسمه المحور القاطع. شوف لو رسمنا دائره، والله دي راح تيجي دائره كبيره جدا هاي. بنحكي لو رسمنا، بدي ارسم دائره، دائره هيك بس بدها دائره تكون، حتكون دائره كبيره شويه، دائره كبيره شويه عشان يجي معنا المحور، المحور هذاك. لو انا رسمت دائره، شوف من عند مركزها، المركز مركزها نفسه ايش؟ نفس المركز هذا. هيك هاي دائرة من المركز هذا، من هون وهون جيم مثلا، معلش هاي دائرة هي، ماشي؟ هون البؤرة، كاينة هون في بؤرة، الدائرة هاي هيك شوية كمان سن بسيط، هاي الدائرة هاي، ماشي؟ هاي الدائرة. ورسمت أنا مستطيل من هون، زي ما هو كتب لك هيك أزرق، هاي مستطيل هون يا جماعة، شوف من هون مستطيل، بدي اكمله من تحت طبعا، ومن فوق راح اكمل الدائرة كلها. المهم انه هذا مستطيل هيك. هون لما اسوي خط زي هيك، هذا المستطيل هيو، هون راح يطلع باء، هون راح يطلع عندي مين؟ هذه ألف، هاي باء. طبعا هذا محور بيجي لتحت كمان، يعني بيكمل لتحت زي ما هو من فوق من تحت، اللي هذا يعتبر، هذا يعتبر طول المستطيل، نفس طول المستطيل. وهذا هيك كملت انا من هون، هاي المستطيل كملته من هون، شوفوا يا جماعة تبعوا معي، المستطيل هذا هون هاي ألف، معناته هاي كمان ألف، الجهة الثانية ألف، هاي كمان ألف، إذا المستطيل هذا عرضه أو طوله 2 ألف. طيب هاي باء، وهاي برضه باء،
من تحت كمان باء، زين في تحتهم كمان ايش؟ باء. هذا سميته المحور القاطع، المحور القاطع طوله، طول المحور القاطع 2 ألف. نفس الكلام هذا هيك، هذا اسمه المحور المرافق، واحد اسمه المحور القاطع والثاني اسمه المحور طول المحور المرافق. طول المحور المرافق، طول المحور المرافق 2 باء. اذا هاي الف، هاي باء. طبعا الف وباء، الف وباء في القطع الناقص، الف تربيع تساوي باء تربيع زائد جيم تربيع. في القطع الناقص الالف اكبر من الباء ومن الجيم. في القطع الناقص الالف اكبر من الباء ومن الجيم. طيب هون الجيم اكبر من الالف، طب وين الباء في الموضوع؟ وين الباء في الموضوع؟ الباء والالف مش شرط مين اكبر من مين، مش شرط الف اكبر من باء ولا باء اكبر من الف، خلاص. المهم انه جيم اكبر منهم هما الاثنين. هون جيم هي الراس الكبير، جيم هي ايش؟ الراس الكبير. وين جيم استاذ؟ وين هي جيم؟ طيب تيجي وين جيم؟ شوف انا رسمت دائره، وين نصف قطر الدائره؟ من المركز لهون نصف القطر، اللي هو مين نصف القطر؟ جيم. يبقى من المركز للدائره هذا كلياته بيطلع نصف قطر الدائره هاي. طيب برضه نصف القطر هون بيطلع نصف القطر كمان. لو رسمت هيك هذا نصف قطر، مظبوط ولا انا غلطان؟ اه نصف قطر، من المركز للدائره نصف قطر. طب هذا جيم وهذا نصف قطر برضه ايش؟ برضه جيم. هذا مثلث، هاي قائم، هذا الف. طب وهذا؟ هذا باء. طبق عليه فيثاغورس هيك، هذا المثلث ايوه. ها وين الوتر؟ الوتر اللي هو جيم. اذا في المثلث هذا راح يكون جيم تربيع الحمد لله يهديكم الله ويسلمك. جيم تربيع يساوي الف تربيع زائد زائد باء تربيع. ماشي يا جماعة؟ هذاك القطع الناقص، في القطع الناقص يبقى في عندي ناقص، افتكر هيك، في ناقص وفي في زائد. القطع الناقص مين الراس الكبيرة فيه؟ الألف. إيش يعني؟ يعني الألف تربيع كانت تساوي باء تربيع زائد جيم تربيع. طب القطع الزائد أستاذ الراس الكبيرة جيم. إيش يعني؟ راح تصير جيم تربيع تساوي ألف تربيع زائد زائد باء تربيع. هذا في القطع، في القطع الزائد. إذا صار عندي طول المحور القاطع 2 ألف، طول المحور المرافق 2 باء، جيم تربيع تساوي ألف تربيع زائد باء تربيع، ها الاختلاف المركزي يساوي جيم على ألف أكبر أكبر من الواحد. طبعا البعد البؤري برضه 2 جيم، البعد البؤري دائما 2 جيم، هذه معروفة. البعد البؤري 2 جيم. طب سؤال، سؤال المسافة من الرأس للبؤرة القريبة، المسافة أو البعد بين الرأس والبؤرة، والبؤرة القريبة إيش يساوي؟ إيش يساوي؟ المسافة من الرأس والبؤرة القريبة، المسافة هاي إيش راح تطلع المسافة هاي؟ راح تطلع جيم ناقص ألف. جيم ناقص ألف عكسناها، كانت في القطع الناقص ألف ناقص جيم. وهم برضو البعد بين الرأس والبؤرة البعيدة هان مش راح تختلف، يساوي جيم زائد ألف. كيف هاي صارت؟ هاي عندك الرأس وهاي البؤرة البعيدة، الرأس والبؤرة البعيدة، الرأس والبؤرة البعيدة. إيش هي؟ من هون لهون جيم ومن هون لهون ألف، فبتصير ألف زائد جيم أو جيم زائد ألف. وهي نفسها، هي نفسها في القطع، في القطع الناقص، هي نفسها في القطع الناقص. طيب حكينا هون المركز دال وها، هاي المركز دال، دال وها. طيب الرأس، هاي الرأس، شو راح تصير الرأس هاي يا جماعة؟ الرأس هون إيش هي؟
تحركنا هيك لوين؟ عند المركز دلها دلوها. تحركت لليمين، اذا بتتحرك لليمين راح تزيد، راح تزيد السين. لما توصل عند الراس قديش تحركت؟ الف، فراح تزيد السين دال بمقدار دال زائد الف، طبعا والهاء زي ما هي. طيب البقره، لما اتحرك من المركز لما اوصل للبقره اتحركت بمقدار قديش؟ جيم، يعني راح ازيد الاحداث السيني بمقدار جيم، يعني راح تصير دال زائد جيم وايش؟ وها. طيب الجهه الثانيه، تحرك على الشمال، لما تتحرك على الشمال المفروض ان انت راح تنقص السين، راح انقص السين بمقدار قديش؟ لما تتحرك للراس بمقدار الف، راح تصير دال ناقص الف وها. طب لما تتحرك عند البؤره، تحركت لليسار راح انقص السين بمقدار قديش؟ هون بمقدار جيم، راح تصير دال ناقص جيم وها. ماشي؟ طيب نيجي على المحور، هذا ايش اسمه صار؟ المحور المرافق، المحور ايش؟ المرافق. لما نطلع لفوق يا جماعه، لما نطلع لفوق هون، لما تطلع لفوق بتزيد، بتزيد الصاد، السين ما راح تتغير، راح تصير دال زي ما هي، وهون الهاء راح ازيدها بمقدار قديش؟ مقدار باء، هاء زائد باء. طب لما انزل لتحت، لما اجي هون برضه السين راح تضل زي ما هي دال، وراح تزيد، لا مش راح تزيد، راح تنقص الهاء، هاء ناقص، هاء ناقص باء. هذول اسمهم طرفي المحور المرافق، طرفي المحور المرافق. ماشي؟ يبقى المركز عندك دال وهاء، نوع القطع اما سيني واما صادي، هاي عرفنا الالف وعرفنا الباء، الف تربيع وباء تربيع. طب المعادلات كيف؟ المعادلات كيف الان؟ معادلة القطع، معادلة القطع نفس معادلة القطع الناقص، نفس معادلة القطع الناقص. لما يكون سيني بتصير سين ناقص دال تربيع على ألف تربيع وصاد ناقص هاء تربيع على باء تربيع يساوي واحد، هذا السيني. أستاذ ما حطيتش إشارة في النص، القطع الناقص في النص زائد، القطع الزائد في النص ناقص، هذا السيني. طيب الصادي اعكس، جيب الصاد محل السين، الصادي راح تصير معادلته هيك، صاد ناقص هاء تربيع على ألف تربيع ناقص سين ناقص دال تربيع على باء تربيع يساوي واحد، هذا سيني وهذا صادي. ماشي العك هذا ماشي كويس، في منه الكلام هذا واصل منه شيء مفهوم. طيب اذا لما نيجي نتكلم على القطع الزائد راح اتكلم عن المركز دال وهاء وعن نوعه سيني ولا صادي، وبدي برضه الف وبدي برضه ايش باء، والجيم برضه بتدخل في القصه، بس راح تصير جيم تربيع هي اللي بتساوي الف تربيع زائد باء تربيع. المحاور صار اسمها المحور القاطع والمحور المرافق، طول المحور القاطع اللي هو كان المحور الاكبر في القطع الناقص 2 الف، طول المحور المرافق 2 باء اللي هو كان المحور الاصغر في القطع الناقص. الاختلاف المركز جيم على الف راح يصير اكبر من الواحد، طبعا البعد البؤري 2 جيم. وهي المعادلات وهذا القطع ايش؟ القطع الناقص. بدنا ناخذ الان امثله عشان نطبق على هذا الكلام. ماشي المقدمه هاي، هاي هيك مقدمه يعني على القطع، القطع مسحنا كل شيء، فاكرين شيء؟ ها فاكرين؟ هو قطع ناقص بس ايش؟ من غير الاشاره بس. طيب مثال واحد، مثال واحد، ها مثال واحد اللي هو في الدرس صار بيحكي لك جد معادلة القطع الزائد الممثل منحناه في الشكل، الممثل منحناه في الشكل، ايش هذا الممثل منحناه في الشكل؟ اتفقناش هسه ربع درس من اولها، الممثل منحناه في الشكل، سريعا سريعا الشكل ها هيك الشكل معطيني
هيك الشكل. طيب هاي هيك ما علينا، وهيك هذا الشكل. والشكل معطيني فيه يا سيدي العزيز هون واحد 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 واحد، ومعطيني هون أربعة واحد، وهون ستة واحد، وهون سالب اثنين واحد، وهون سالب أربعة واحد، ومعطيني فوق هون هيك واحد وخمسة. كل شيء يعني موجود هيو الحمد لله. واحد سالب ثلاث. طب احكي لك اكتب المعادلة، اكتب المعادلة. طيب ما فيش شيء راح اسويه، يعني فيش شيء راح اسويه. بدي اعرف المركز دال والهاء. دال والهاء معروفة، وين الدال والهاء؟ واحد واحد، هاي واحد واحد. وطبعا نوعه، هاي الرسمة مرسوم نوعه ايش؟ نوعه سيني. طيب بدي الالف. الالف اللي هي من المركز للراس، من المركز للراس. عندك من واحد لواحد لاربعة واحد، هون اربعة وهون واحد، اطرحهم. الف تساوي اربعة ناقص واحد تساوي ايش؟ ثلاث. الف تساوي ثلاث. طيب باء، باء اللي هي من المركز لطرف المحور المرافق، هون من واحد لواحد، واحد لواحد وخمسة، يعني من واحد لخمسة باء تساوي اللي فوق خمسة ناقص اللي تحت واحد، تطلع عندك باء تساوي ايش؟ باء تساوي اربعة. اذا المعادلة نوع سيني، سين ناقص دال اللي هي واحد تربيع على الف تربيع تسعة، ناقص صاد ناقص هاء اللي هي واحد تربيع على باء تربيع 16 يساوي واحد. غلبنا حلة في الرسم على الفاضي. طيب ماشي، هذا يا سيدي العزيز مثال واحد. نيجي لتدريب واحد. تدريب واحد. بسم الله اللهم صل على سيدنا محمد. بيحكي لك جد معادلة القطع الزائد، جد معادلة القطع الزائد. لما يحكي لك معادلة القطع الزائد بدك تشتغل على الأشياء هاي. جد المعادلة، إذا بدنا دال وهاء، وبدنا النوع، وبدنا الألف والباء، ألف وباء. طيب جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل، مركزه نقطة الأصل، المركز نقطة الأصل، إيش هي نقطة الأصل؟ صفر وصفر، هاي عرفنا مركزه. طيب ومحوره المرافق، محوره المرافق يوازي محور الصادات، محور المرافق يوازي محور الصادات. المرافق يعني هذا اللي هو تاع الباء، معناته القاطع إذا هذا يوازي محور الصادات، إذا القاطع بيجي هيك بيوازي محور ايش؟ السينات. المرافق يوازي الصادات، معناته القاطع اللي هو بيعطيني نوع القطع، القاطع اكيد يوازي السينات، معناته نوع القطع سيني لانه حسب المحور القاطع، يبقى نوعه هون سيني. طيب جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل، عرفنا المركز. محور المرافق يوازي الصادات، إذا محور القاطع يوازي السينات، إذا هو سيني. وطوله يساوي 12، مين اللي طوله يساوي 12؟ اللي هو المحور المرافق، يعني طوله يساوي 12. طب شو طول المحور المرافق؟ 2 باء، 2 باء يساوي 12، معناته باء يساوي 6، يبقى هون باء يساوي 6. ما ضل عندنا إلا كم مجهول؟ واحد بس اللي هو مين؟ ألف. ضل عندي مجهول واحد اللي هو ألف. طيب وإحدى بؤرتيه عشرة وصفر، إحدى بؤرتيه عشرة وصفر. طيب إحدى بؤرتيه عشرة وصفر، هون معطيني المركز وأعطاني كمان بؤرة اللي هي عشرة وصفر. ما بده رسم على فكرة، بدوش رسم هذا. ليش ما بده رسم أستاذ؟ يعني ارسم البؤرة والمركز عشان يبين معك. لا من غير ما يبين مش محتاجين، معروف من المركز للبؤرة بيطلع جيم،
من المركز دائما للبؤرة جيم، من المركز للرأس ألف، لا تنسوا الشغلة هاي، مركز بؤرة جيم، مركز رأس ألف. طيب من المركز للبؤرة مبين إن هي كام؟ 10، إذا جيم تساوي 10. طب عندي جيم وعندي باء، جيم وباء الثالثة تبعتهم أكيد ألف. من وين؟ من فيثاغورس. شو فيثاغورس بيحكي؟ إنه جيم تربيع يساوي ألف تربيع زائد باء تربيع. جيم تربيع، الجيم 10، إذا 100 تساوي ألف تربيع المجهول زائد باء تربيع 36. طبعا ناقص 36 ناقص 36 بيطلع عندك ألف تربيع تساوي 64. ألف تساوي 8، بلزمنيش ألف، أنا بدي ألف تربيع. ألف تربيع يساوي 64، باء تربيع بالمرة 36. اكتب المعادلة هسه. هذا نوع حكينا سيني، إذا معادلته سين ناقص دال، دال اللي هي صفر، خلاص سين تربيع على ألف تربيع على 64 ناقص، لأنه قطع زائد، إذا الإشارة في النص، ناقص صاد تربيع على باء تربيع على 36 يساوي 1. ماشي يا جماعة، سهل هذا القطع، سهل السؤال. قطع زائد مركز ونقطة الأصل، هاي المركز صفر وصفر. طيب محوره، محور المرافق يوازي محور الصادات، اذا محور القاطع يوازي محور السينات، اذا نوع سيني. طوله 12، طول المحور المرافق 12، يعني 2 باء يساوي 12، باء يساوي 6. طب ممتاز. بؤرته احدى بؤرتيه 10 و0، طب 10 و0. طب مركز بؤره، اذا جيم على طول، مركز بؤره على طول جيم، خلاص في الزائد او في النقص، مركز بؤره على طول جيم. طب من الصفر للعشرة، إذا جيم تساوي 10، عندي جيم وعندي باء، سهل، أطلع ألف، طلعنا ألف، نكتب المعادلة، طلعنا ألف نكتب المعادلة، هذا التدريب واحد. طيب، مثال اثنين، نيجي لمثال اثنين. مثال واحد، خليني مثال اثنين. ومثال اثنين فيه فرعين وبده المعادلة. رقم واحد بيحكي لك جد معادلة القطع الزائد، جد معادلة القطع الزائد. المعادلة على طول خلينا نكتب هيك، بدنا دال وها نوع المركز، وبدنا كمان نوعه، وبدنا ألف وباء. جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه 4 وسالب 1. طيب 4 وسالب 1، هاي عرفنا المركز، ممتاز. طيب احد رؤوسه 4 و2، هذا مركز، هذا رأس. احد رؤوسه 4 و2 مركز ورأس. طيب عندي مركز وعندي رأس، على طول بطلع مين؟ ألف. مركز ورأس طلع مين؟ ألف. مركز وبؤرة جيم، مركز ورأس ألف. طيب من المختلف؟ طبعا عندك من هون، هذا نوع أكيد نوع صادي. كيف أستاذ عرفت أنه صادي؟ لأن مين اللي بتغير؟ الصاد هي اللي بتتغير. طيب من الاثنين للسالب واحد أو من السالب واحد لاثنين، اطرح ألف يساوي اثنين ناقص ناقص واحد، ألف يساوي ثلاث، عرفنا ألف، ألف تساوي ثلاث، وعرفنا نوعه وعرفنا المركز، ضل مين بس؟ يا سلام، شغلة واحدة بس اللي ضايلة. طيب شو بيحكي لك كمان؟ طول محور المرافق، طول المحور المرافق 8، ايش طول المحور المرافق؟ 2 باء، 2 باء يساوي 8، معناته باء تساوي 4، عرفنا باء كمان. اكتب المعادلة، معادلته صاد ناقص هاء، هاء اللي عندي كام؟ سالب 1، صفر زائد 1. تربيع لانه نوع صاد، على الف تربيع، الف ثلاث تربيع 9، ناقص سين ناقص دال، وين المحترمه دال؟ 4، يبقى سين ناقص 4 تربيع على باء تربيع، باء 4، اذا نون 16 يساوي 1. هذا رقم 1. صادي، هيا صاد بالاول، صاد بالاول. لا العدد اكبر. ما قلنا اللي في الاول، اللي في الاول نوعه، اللي بيجي بالاول، حكيت الالف والباء ما فيش علاقه بينهم، مين اكبر ومين اصغر؟
اسمع يزيد نايم، بقول لك انا نايم وشوفها نايم وعرفتها. طيب نايم وعرفها. طيب ما علينا، نيجي رقم 2. فرقة 2 نفس السؤال برضو، جد معادلة القطع الزائد. خلينا نكتب المعادلة، بدنا ثلاث اشياء، دال وها، وبدنا نوا، وبدنا الف وباء. طيب جد معادلة القطع الزائد الذي بؤرته 6 و0 و0 و0، يبقى في هون 6 و0 وهون في 0 و0، هذول بؤرتين. طالما في بؤرتين المركز في النص ما بينهم، طالما بؤرتين المركز في النص في المنتصف، المركز وين؟ في المنتصف. اذا المركز على طول المنتصف. كيف يا جماعه دائما بنجيب المنتصف؟ المنتصف كيف بجيبه؟ اجمع وقسم على 2، اجمع وقسم على 2، 6 زائد 0 6 على 2 3. طبعا هون 0 و0 بيطلع ايش؟ 0. اذا المركز 3 و0. طب هذول البؤرتين 6 و0 و0 و0، مين اللي بتغير؟ السينات هي اللي بتتغير. السينات بتتغير معناته هذا نوعه سيني. طيب 6 و0 والمركز 3 و0، من المركز للبؤره بعطيني جيم، من المركز للبؤره بعطيني جيم. من 3 ل 6 جيم تساوي 6 ناقص 3 معناته جيم تساوي 3. عرفنا المركز ونوع سين، وعرفت جيم بس هسه لحد الان. طيب بحكي لك يقطع منحناه محور السينات عند سين يساوي 5. يقطع منحناه محور السينات عند سين يساوي 5. هو وين بيقطع المنحنى دائما عند سين يساوي 5؟ وين بيقطع المنحنى؟ طبعا لما ترسم هيك، لو انت عندك قطع هيك، طبعا هو بيقطع دائما، بيقطع محور السينات او محور الصدف عند الراس. عند ايش؟ عند الراس. لو انا رسمت سريعا هيك، المركز عندي 3 و0، هون مركز 3 و0 مركز. البؤرتين اللي عندي 6 و0، هون رح تيجي مثلا هون 6 6 و0، وعندي هون الجهة الثانية 0 ماشي 0 و0، هذول بؤرتين. هون بيجي مين يا جماعة؟ رح يجي الرأس، هون الرأس وهون الرأس. طب هو بيحكي لك بيقطع محور السينات عند 5، بيقطع محور السينات عند مين؟ عند سين يساوي 5. اذا هون شو في؟ هون في سين يساوي 5. طيب من هون من 3 ل 5 اللي هو يطلع مين؟ الف، اللي هو من المركز للراس. 5 ناقص 3 بتطلع الف، تساوي عندك ايش؟ الف تساوي 2. مفهوم شو يعني يقطع محور السينات عند سين يساوي 5؟ يعني هيك بيقطع محور السينات هيك عند سين، هون سين هون كام؟ 5. طيب عرفت الف؟ الف 2. طب باء، بدنا نعرف باء. عندي الف وعندي جيم، معناته في ثورس جيم تربيع يساوي الف تربيع زائد باء تربيع. جيم تربيع جيم 3 تربيع 9، الف تربيع 4 زائد باء تربيع ناقص 4 ناقص 4 باء تربيع تساوي 5. عرفنا المعادلة شو نوعها؟ سين. نوع سين يعني سين ناقص دال. وين دال؟ دال اللي هي 3. سين ناقص 3 تربيع على ألف تربيع، ألف تربيع 4 ناقص صاد ناقص هاء، هاء 0، إذا صاد تربيع على 5 باء تربيع، الباء تربيع طلعت معي 5 يساوي 1. شايفين الباء أكبر من الألف، الباء أكبر من الألف. طيب ماشي. لا غلط جماعة، في القطع الناقص ألف بالأول وبعدين باء. ألف على الجزء الموجب، ألف على الجزء الموجب، وباء على الجزء إيش؟ السالب. خلاص هذا قطع زائد، هذا قطع زائد ولا قطع زائد؟ انت دائما يعرف انه الف في الاول، الف في الاول لازم الف في الاول. هذا مثال، مثال 2. روح على تدريب 2. خفيف القطع هذا، خلاص متعودين من القطع الناقص المفروض.
تدريب اثنين، تدريب اثنين. تدريب اثنين، جد معادلة القطع الزائد، المعادلة د وها، جد معادلة القطع الزائد د وها، وبدنا نوعه، وبدنا ألف، ألف وباء. جد معادلة القطع الزائد الذي نهاية محوره المرافق، نهاية محوره المرافق، أيوة، سالب وموجب اثنين وصفر. طيب تابعوا معي يا جماعة، هيك نهاية محوره المرافق، نهاية المرافق، المحور المرافق اللي هو القطع مش تبعه، القطع نوعه بيتبع المحور القاطع مش المرافق. طيب شوف المحور المرافق، موجب وسالب اثنين وصفر، اللي بتغير السينات صح؟ اللي بتغير ايش؟ السينات. يعني المحور المرافق، هذا المرافق راح يجي هيك، المرافق هاي اللي هو سالب اثنين وصفر، وهون اثنين، اثنين وصفر، هذا المرافق. بس المركز هون برضه المركز في النص، اللي هو راح يجي مركز صفر صفر وصفر، ماشي؟ يبقى هون صفر وصفر اللي هو نقطة المنتصف. طيب سؤال، من المركز لطرف المحور المرافق، هذا مين؟ باء، صح، باء مش ألف، هذا المحور المرافق. طب من صفر لاثنين، باء تساوي اثنين. طب إذا هيك المحور المرافق، وين المحور القاطع؟ هيك المحور القاطع. طب المحور القاطع هذا صادي، إذا القطع نوعه؟ نوعه صادي. وعرفنا باء، باء تساوي اثنين، شو ضل عندي مين؟ ألف، كم مجهول هذا؟ واحد. طب خلينا نكمل، بيحكي لك ويمر بالنقطة واحد وثلاث، يا سلام، ضل عندنا كم مجهول؟ مجهول واحد اللي هو مين؟ ألف، يمر بالنقطة، إيه وين عنها يمر بالنقطة؟ يمر بالنقطة، إذا النقطة تحقق المعادلة. إيش النقطة اللي بيمر بيها؟ واحد وثلاث، يمر بالنقطة واحد وثلاث، يبقى هاي بيمر بالنقطة هاي، هذه سين وهذه صاد، اكتب المعادلة، إحنا حكينا نوعه نوع صادي، إذا بيجي هيك صاد، طبعا هون صفر وصفر خلاص، صاد تربيع على ألف تربيع ناقص سين تربيع على باء تربيع، باء تربيع اللي هي أربعة، هذا كله يساوي واحد. المجهول عندي مين؟ الألف. النقطة اللي عندك واحد وثلاث، عوضها الصاد ثلاث، ثلاث تربيع تسعة على ألف تربيع ناقص سين تربيع اللي هي واحد على أربعة يساوي واحد. طيب تخلص من ناقص واحد على أربعة، تصير زائد واحد على أربعة زائد واحد على أربعة، راحت ضل عندي تسعة على ألف تربيع يساوي واحد زائد واحد على أربعة، خمسة على أربعة بعد توحيد المقامات، اضرب ضرب تبادلي، خمسة بألف تربيع، خمسة ألف تربيع يساوي أربعة بتسعة ستة وثلاثين، إذا ألف تربيع تساوي ستة وثلاثين على خمسة، هاي عرفنا ألف تربيع. المعادلة حكينا نوعه ايش؟ نوعه صاد، وهي المعادلة، هي المعادلة مكتوبة، بس اعمل لها ريفرش أو أبديت، صاد تربيع على ألف تربيع اللي هي 36 على 5، 36 على 5 ناقص سين تربيع على 4 يساوي 1، هاي المعادلة اللي بدك إياها، المعادلة اللي بدك إياها. سهل هذا الكلام، جيب اثنين خلصنا. مثال ثلاثة، مثال ثلاثة، وغور رجعنا لقصة ايش؟ جد العناصر، جد العناصر، مثال ثلاثة وتدريب ثلاثة، جد العناصر، مثال ثلاثة وتدريب ثلاثة. بقول لك جد العناصر وارسم شكل تقريبي للمنحنى. مثال ثلاثة، طيب س ناقص واحد تربيع على
ناقص صاد زائد 2 تربيع على 9 يساوي 1. طيب جد العناصر، ايش العناصر اللي بده اياها؟ ايش العناصر اللي بده اياها؟ العناصر اللي بده اياها بده المركز والبؤرتين، المركز والبؤرتين والراسين، معادلة المحور القاطع وطوله، معادلة وطول المحورين، معادلة وطول المحورين يعني القاطع والمرافق، هدول اللي بدنا اياهم تقريبا لحد الان. ها في مثال 3. طيب طلع عليه هيك على الصورة القياسية، على الصورة القياسية. طب يعني كيف عرفت انه على الصورة القياسية؟ هي هون سين فيش معاها معامل. طب لو كان السين معاها معامل تاخذوا عامل مشترك، وهون الصاد برضه فيش معاها معامل، والجهة الثانية شو في؟ واحد، والجهة الثانية في واحد، هذا على الصورة القياسية. طيب إذا على الصورة القياسية نبلش نحل. مركزه هذا نوع سيني ولا صادي؟ هذا نوعه ايش يا جماعة؟ سيني. كيف عرفت انه هذا سيني؟ لأن سيني الجزء الأولاني الجزء الموجب. طيب المركز، المركز دال وهاء، سين ناقص واحد يعني واحد، صاد زائد 2 يعني ناقص 2، هي المركز. ألف 4، ألف تربيع 16 معناته ألف 4، باء تربيع 9 معناته باء يساوي 3. طيب بدنا نعرف جيم، جيم تربيع، جيم راح تطلع 5 طبعا معروف، إذا ألف وباء 3 4 جيم راح تطلع ايش؟ 5، 3 4 5. هاي عرفت ألف وعرفت باء وعرفت جيم، ايش بدك الآن؟ بده المركز؟ خلاص هاي المركز. طيب هو نوع ايش؟ نوع سيني، خلينا نرسم قطع سيني ونحدد عليه الشغلات اللي بده إياها. ها المركز واحد وسالب 2، تبع معي هيك الآن، واحد وسالب 2 هذا مركز، لما تتحرك هيك بيجي الرؤوس أولا. طيب راح أتحرك هيك بمقدار ألف ألف اللي هو كم؟ ألف 4، لما تتحرك على اليمين بدك تزيد السين، زيدها 4، 1 زائد 4 5 طبعا وسالب 2. طيب هون البؤرة، هاي بؤرة، هون طبعا رأس، لما نتحرك هيك البؤرة جيم اللي هي كان 5 زيد 5، 1 زائد 5 6 طبعا وسالب 2، طبعا سالب 2 هاي بتتغير عشان وسالب 2، وهم برضو وسالب 2. طبعا لما نيجي هيك اللي هي 4 ناقص 4، 1 ناقص 4 سالب 3 ناقص 5، 1 ناقص 5 سالب 4 2. طيب هون محور المرافق عندك الباء قديش؟ الباء 3، لما نطلع لفوق راح نزيد الصاد 3، سالب 2 زائد 3 1، لما ننزل لتحت راح ننقص 3 سالب 2، ننقص كمان 3 سالب 2 سالب 3 سالب 5، يبقى هاي كمان رأس وهي كمان ايش؟ بؤرة. طبعا يا جماعة ممكن واحد ما يسويش بالطريقة هاي، بيختصر اذا عندي المركز، المركز 1 وسالب 2 هذا مركز، معناته الرأسين بيجوا كالتالي، مين اللي راح يتغير؟ السين. مين اللي راح يتغير؟ السين. فبصير عندك السين واحد، مرة بتغير لما تتحرك لليمين بتزيدها، مرة لما تتحرك للشمال بتنقصها، يعني بتصير واحد زائد وناقص، لما نوصل للرأس ألف، يعني واحد زائد وناقص كام؟ 4، والصاد ما بتتغير، هاي الرأسين. طب البؤرتين نفس الكلام، طبعا السالب 2 ما راح تتغير، هاي نفسها برضه راح تزيد وتنقص بس الجيم، الجيم اللي هي كام؟ 5. فالرأسين عندك هون 1 ناقص 4 او 1 زائد 4 5،
وسالب 2 انا جمعت ناقص 1 ناقص 4 سالب 3 وسالب 2 هيك الراسين البؤرتين راح يصيروا كالتالي طبعا سالب 2 ما بتتغير سالب 2 ما بتتغير هون 1 ناقص 5 سالب 4 1 زائد 5 6 هيك ممكن تجيب الراسين والبؤرتين طيب الطرفين خلاص الطرفين هاي يبقى احنا المركز والبؤرتين والراسين جبناهم معادلة طول المحور المحورين نيجي عند المحور القاطع المحور القاطع المعادلة معادلة المحور القاطع المحور القاطع هاي هذا المحور القاطع سيني معادلته صاد يساوي خذ أي صاد عليه أي صاد عليه سالب 2 الطول طوله قديش طوله طبعا يا جماعة هاي هون بس 2 ألف طوله إيش 2 ألف مش هذا كله المحور القاطع محور القاطع بس من هون لهون من الرأس للرأس محور القاطع من وين من الرأس للرأس الطول 2 ألف يساوي ألف عندي كام 4 2 ألف يساوي 8 هذا المحور القاطع طيب المحور إيش هسا المرافق اسمه الثاني المحور المرافق ها معادلته ولا المحور المرافق هذا المحور المرافق المعادلة هذا بيشبه الصاد صاد إذا معادلته سين تساوي إيش سين تساوي؟ واحد طب الطول اثنين باء الباء عندك كام؟ الباء ثلاثة اثنين باء إذا الطول يساوي كام؟ يساوي ست سهلة قصة جذر العناصر هاي فيها أي بروبلم؟ لا فيش فيها أي بروبلم طيب هذا مثال ثلاثة تدريب ثلاث جيد عناصر القطع الزائد الذي معادلته نفس الكلام خلاص بديش احله تدريب ثلاث نفس الكلام جيد العناصر فيش فيه لا تظبيط ولا اي شيء نفس الكلام بس اللهم الف راح يطلع عندك خمسة باء راح تطلع عندك 12 هذا مركزه بيطلع واحد وصفر مركزه واحد وصفر وبتكمل نفس الكلام هذا اذا تدريب ثلاث بدنا ايش نفشل عنه تدريب ثلاث سهل طيب معي مستر عبد العزيز مستر عبد العزيز معي مستر عمري طيب مثال أربعة نروح عند مثال أربعة معناته مثال أربعة جد عناصر ومعادلة عناصر وإيش؟ ومعادلة يعني بعد ما تجيب المعادلة جيب العناصر طيب بدنا المعادلة أولا بدنا المعادلة أولا المعادلة عشان تطلع المعادلة شو بيلزمك بيلزمك دال وها وبيلزمك النوع وبيلزمك ألف وباء ها جد العناصر والمعادلة احنا نجيب المعادلة وبعدين نجيب العناصر القطع الزائد الذي رأسه واحد موجب وسالب أربعة يبقى هون معطيك رأسه طب ممتاز ايش الراسين حكينا واحد موجب وسالب أربعة رأسين هدول رأسين مين اللي بتغير اللي بتغير الصاد اذا هذا صاد الرأسين هيك لازم يجوا معناته هون واحد وسالب أربعة وهون واحد وأربعة هدول رأسين هيك يعني ماشي إذا هون بيجي المركز إيش المركز؟ نقطة المنتصف نقطة المنتصف كيف نجيبها؟ واحد واحد راح يضل واحد ما بتغيرش طب أربعة وسالب أربعة اجمعهم صفر على اثنين صفر المركز واحد وصفر اللي هو المجموع على اثنين بدلها واحد وصفر ونوعه عرفنا انه صادي طيب من المركز للرأس بعطيك ألف
اللي هي من صفر لأربعة، إذا ألف تساوي أربعة. ضل بس باء يعني بسيطة. طيب باء مش مشكلة. بيحكي لك اختلاف المركزي 5/2. اختلاف المركزي 5/2. الاختلاف المركزي اللي هو ها اللي هو جيم على ألف معطيك إياه 5/2. طالما دخل في دخل فيها جيم إذا راح يدخل فيها فيثاغورس. طالما دخل فيها جيم راح يدخل فيها إيش؟ فيثاغورس. جيم على ألف يساوي 5/2. ألف اللي هي كم؟ ألف اللي هي 4. يعني جيم على 4 يساوي 5/2. 2 جيم يساوي 20. جيم تساوي 10. عرفنا جيم وعندي ألف باء فيثاغورس. جيم تربيع يساوي ألف تربيع زائد باء تربيع. جيم تربيع 100، ألف تربيع 16 زائد باء تربيع ناقص 16 ناقص 16 باء تربيع 100 ناقص 16 84 اللي هي باء تربيع 84. عرفنا المعادلة هيك. هذا نوعه ايش؟ صادي. اذا صاد ناقص ها صفر يعني صاد تربيع على ألف تربيع اللي هي 16 ناقص سين ناقص دال دال واحد تربيع على باء تربيع 84 يساوي واحد. هاي المعادلة اللي بدنا اياها. طب هاي المعادلة بده ايش بعد هيك؟ بده العناصر كمان. بده العناصر. سهل نطلع العناصر؟ سهل. اللي هم الرأسين والبورتين. الرأسين موجودين. ضل البورتين معادلة وطول كل محور. معادلة وطول ايش؟ كل محور. طيب. كملوا يعني. تدريب 4. تدريب أربعة. تدريب أربعة. جد معادلة القطع الزائد معادلة. بده معادلة. إيش يعني معادلة برضو؟ معادلة. في الشيء طقم جازم حط اللوح دال وها نوع ألف وباء. طيب جد معادلة القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل. مركزه نقطة الأصل. إذا صفر صفر وصفر. عرفنا مركزه. وإحدى بؤرتيه سالب 5 و0. يبقى هذا مركز. وعندي بؤرة سالب 5 و0. طيب مين اللي بتغير؟ السين هي اللي بتتغير. معناته نوعه سيني. مركزه بؤرة. من المركز للبؤرة بعطيني جيم. معناته جيم راح تساوي من صفر لسالب 5 ومن سالب 5 لصفر اللي هي بتصير صفر ناقص ناقص 5. جيم تساوي 5. هاي عندي جيم وعندي نوع وعندي المركز. اختلاف المركزي 5/3. اختلاف المركزي 5/3. ايش الاختلاف المركزي؟ اللي هو ها اللي هو جيم على ألف يساوي 5/3. ممتاز. جيم عندي كام؟ 5. إذا 5 على ألف يساوي 5/3. روح الخمسة مع الخمسة ألف يساوي 3. عرفنا ألف يساوي 3. فيثاغورس مباشرة. جيم تربيع يساوي ألف تربيع زائد باء تربيع. جيم تربيع عندك الجيم طلعت كام؟ 5. ما هي معروفة. إذا هاي 5 وهي 3 راح تطلع هاي كام؟ 4 مقدمة. ها 25 يساوي 9 زائد باء تربيع. باء تربيع يساوي 16 اللي هي باء تساوي 4. طيب خلاص هيك نوعه سين. نكتب المعادلة. سين ناقص دال. دال عندك صفر. إذا سين تربيع على ألف تربيع. ألف 3. ألف تربيع 9 ناقص صاد ناقص هاء. هاء صفر برضو. صاد تربيع على باء تربيع 16 يساوي 1. يساوي 1. تدريب 4. الصورة العامة وما الصورة العامة نفس الموضوع. مثال 5 تدريب 5 كويسين هذول. مثال 5 تدريب 5 ممتازين. مثال 5 تدريب 5 حلوين.
وهي شغلة قديمة برضو. مثال خمسة وتدريب خمسة شغلات قديمة مش شغلات جديدة. مثال خمسة وتدريب خمسة. تدريب خمسة في تنتين مش واحدة بس. طيب ايش بده؟ مثال خمسة بحكي لك جد عناصر القطع الزائد. جد عناصر القطع الزائد الذي معادلته 12 س تربيع ناقص 4 ص تربيع زائد 24 س زائد 16 ص ناقص 52 يساوي صفر. هذه اللي احنا ايش بنشتغل عليها بنحطها على الصوره القياسيه. بنحولها للصوره القياسيه. نحولها للصوره القياسيه. طيب الصوره القياسيه عشان احول هذا للصوره القياسيه يا جماعه الخير ايش بعمل؟ السينات مع بعض يعني 12 س تربيع زائد 24 س صادات سالب 4 ص تربيع زائد 16 ص يساوي سالب 52 صير 52. ونعمل اكمال مربع. السينات لحالها الصادات لحالها ونعمل اكمال مربع. اكمال المربع لما تيجي تعمل اكمال مربع عند السينات السين تربيع معاها معامل بدك تاخذ المعامل هذا عامل مشترك. يعني يبقى هون السينات مع بعض الصادات مع بعض السين تربيع في معامل تاخذ عامل مشترك 12 عامل مشترك ضل عندك سين تربيع زائد 2 س ص تربيع معاها سالب 4 وانتبه على الشغله هاي بتاخذ سالب 4 عامل مشترك هاي بتصير ص تربيع ناقص ليش استاذ ناقص لما تاخذ العامل المشترك سالب لما تاخذ العامل المشترك ويكون العامل المشترك سالب لما يكون العامل المشترك سالب هاي كانت سالب 4 ص تربيع صارت ص تربيع بدون سالب طب هاي موجب 16 راح تصير سالب سالب تحول لموجب والموجب بتحول سالب لما ناخذ العامل المشترك ايش سالب او ما انت بتقسم كيف اقسم يعني سالب 4 ص تربيع لما تقسمها على سالب 4 سالب على سالب بتصير موجب ص تربيع وموجب تقسيم سالب سالب 16 تقسيم 4 4 ص هذا كله يساوي 52 فبدكم تنتبهوا لشغله لما تاخذ العامل المشترك على سالب هاي ص تربيع بتتحول موجب واذا كانت هاي موجب بتتحول سالب واذا كانت هاي سالب بتتحول هي كمان موجب طيب نعمل اكمال المربع الان اكمال المربع كيف 12 س تربيع زائد 2 س تاخذ معامل س 2 قسمه على 2 2 على 2 1 وتربع 1 تربيع برضه 1 ناقص 4 ص تربيع ناقص 4 ص تاخذ معامل ص 4 4 تقسيم 2 وتربيع 4 تقسيم 2 2 2 تربيع برضه راح تضل ايش 4 راح نضيف 4 يساوي 52 ضفنا هون 1 مضروب ب 12 1 ب 12 12 وضفنا هون 4 مضروبة بسالب 4 4 بسالب 4 سالب 16 صار عندي هون 12 برا هذا صار مربع كامل تنزل سين والإشارة هاي زائد سين والإشارة هاي زائد وجذر الواحد 1 كل تربيع ناقص 4 تنزل صاد والإشارة هاي ناقص وجذر الأربعة 2 تربيع يساوي 48 48 شايف لئيم قاعد يحسب فيه مع نفسه ماشي 48 ضل شغلة واحدة ال 48 هاي لازم تصير كم؟ لازم تصير 1 نقسم كله على 48 يبقى هون على 48 على 48 على
48 بتصير 48 واحد، وهون 12 مع 48 4، يعني س زائد واحد تربيع على 4 ناقص 4 من 48 12 ص ناقص 2 تربيع على 12 يساوي 1. هاي المعادله، العناصر اللي بدك اياها ممكن تطلعها بسهوله، العناصر اللي بدك اياها. طبعا هذا ايش نوعها؟ هذا نوع سيني. المركز سالب 1 و2، ألف تساوي 2، باء تساوي جذر 12. جذر 12 يا جماعة اللي هي بتصير جذر 4 ب 3، الأربعة تطلع برا الجذر 2، يعني 2 2 جذر 2 جذر 3. طب أستاذ كيف في الحالة هاي نجيب الجيم؟ جيم تربيع تساوي ألف تربيع 4 زائد باء تربيع اللي هي 12 يعني 16، يعني الجيم راح تطلع ايش؟ تطلع 4. المركز سالب 1 و2، هذا نوعه حكينا سيني. سيني راح يجي شكله زي هيك، اذا بدك تعرف على السريع يعني خذ فكره. سيني شكله هيك، هاي سيني. طيب هون المركز سالب 1 و2، هون الرأسين والبؤرتين، يعني بتحرك يمين وايش؟ يمين وشمال. تمام؟ يمين وشمال، يعني الرأسين شوف هيك يمين وشمال السين بتتغير، يعني سالب واحد اذا بتحرك يمين بنزيدها، بتحرك شمال بننقصها، والصاد زي ما هي. طيب الراسين بننقص وبنزيد الف، الف اللي هو كام؟ اللي هو 2. طب البؤرتين برضه السالب واحد برضه بنزيدها وننقصها بس بمقدار الجيم، الجيم اللي هي كام؟ اللي هي 4، برضه ايش؟ و2. بتحسب هدول ماشي؟ تحسب هاي وتحسب هاي، مرة مع الموجب ومرة ايش مع السالب، مرة مع الموجب ومرة مع السالب، وبتكمل سهل يعني ايش؟ سهل أمور هاد. طيب هذه مثال خمسة، تدريب خمسة كمان واحدة هي عندي، 2 س تربيع ناقص 4 س، تدريب خمسة رقم واحد، تدريب خمسة رقم واحد، معطيني 2 س تربيع ناقص 4 س، 2 س تربيع ناقص 4 س يساوي 5 ص تربيع زائد 30 ص زائد 53. طيب ما في مشكلة، بلش السينات والصادات. وين السينات؟ أيوة 2 س تربيع ناقص 4 س. طيب ممتاز، 2 س تربيع ناقص 4 س. الصادات مشلفات الجهة الثانية، يا سلام رجعهم. 5 ص تربيع لما ترجعها بتصير ناقص 5 ص تربيع، وال 30 ص لما ترجعها بتصير ناقص 30 ص، وال 53 لا ترجعها 53. طيب هاي السينات مع بعض وهي الصادات مع بعض، في معامل مع السين تربيع بدك تاخده عامل مشترك قبل ما تعمل اكمال مربع، يعني بصير عندك 2 س تربيع ناقص 2 س. معامل ص تربيع سالب خده عامل مشترك سالب 5، صار عندك ص تربيع، بما اني اخذت العامل المشترك سالب فالسالب هاي راح تتحول لموجب، و30 تقسيم 5 6 ص برضه يساوي 53. هسه اعمل اكمال مربع، 2 س تربيع ناقص 2 س زائد، دائما زائد، معامل س 2، 2 على 2 1، 1 تربيع ضل 1، ناقص 5 برا، ص تربيع زائد 6 ص زائد 6 على 2 3، 3 تربيع 9 يساوي 53. عندك هون 1 مضروب ب 2 يعني زائد 2، وعندك هون 9 مضروبة سالب 5 يعني سالب 5 سالب 45. صار عندك هون 2 برا، تنزل سين، الإشارة هاي سالب، وجذر الواحد واحد تربيع ناقص خمسة، تنزل صاد، الإشارة هاي زائد، جذر تسعة ثلاث تربيع يساوي عشرة. عشرة بدي أحول العشرة لإيش؟ لواحد، ماشي زيزو؟
قسم على 10 يبقى هون على 10 على 10 على 10 هذا تحول لواحد، وهون 2 على 10 5 5 على 10 2 يعني صارت 90 ناقص 1 تربيع على 5 ناقص صاد زين. شمشي مو؟ لسه ما جاتش الريحة، بس صوت ال صوت الأكياس وال صوت الصدورة واصل. طيب ماشي سهل هات. طيب في كمان واحدة صغيرة يا شايف، تدريب 5 برضو 9، تدريب 5 صغيرة كثير هيك، 9 س تربيع رقم 2 فرع 2، 9 س تربيع ناقص 4 ص تربيع يساوي 36. ايه جاهزة هاي صح ولا لا؟ مش رح نعمل كمان مربع ولا شيء ولا نعمل مشترك ولا شيء، هي جاهزة الأمور هون، بس قسم على مين؟ على 36، على 36 على 36. النوع الأسئلة هاي في منها كثير في الأسئلة الوزارية، يعني وأنتم بتحلوا أسئلة وزارية راح تلاقوا منها ايش؟ كثير. 9 على 36 4 4 على 36 9 يعني س تربيع على 4 ناقص ص تربيع على 9 يساوي 1. هذا طبعا نوع سيني وغيره بقى بتكملوا الأمور. تمام القطع هذا كويس؟ مشكلة. طب شو تعريفه القطع هذا؟ ما حكينا تعريفه. ما اجانا السؤال بنحتاج فيه التعريف، القطع. ما اجانا. لما يجينا سؤال بحكي لكم تعريفه او هسه بحكي لكم تعريفه. تعريف القطع هات هو والقطع القطع الناقص والزائد، الفرق بين تعريفهم شغلة بسيطة. هذا القطع هيك وهذا القطع هيك. الأولاني قطع ناقص، هيو قطع ناقص، هذا قطع ناقص. شو كان تعريف القطع الناقص؟ القطع الناقص كان فيه هون بؤرة، هون كمان بؤرة، وفي نقطة بتتحرك، وفي نقطة ايش؟ بتتحرك هون مثلا. كنا بنوصل هيك. شو كنت بحكي تعريف القطع؟ القطع الناقص هو المحل الهندسي لنقطة، النقطة هاي مثلا س وص تتحرك بحيث يكون مجموع بعديها عن نقطتين ثابتتين يساوي مقدار ثابت. ماشي يا جماعة؟ مفهومة هاي؟ يعني النقطة هاي، النقطة هون، البعد هاد، زائد هاد. طبعا مجموع بعديها، عن نقطتين ثابتتين هما البؤرتين، يساوي مقدار ثابت اللي هو ايش؟ 2000. هذا القطع الناقص، القطع الزائد رح نعكس الكلام شوية. يكون عند الرأسين. هون البؤر، وين بيجوا؟ البؤرة هون، في عندك بؤرة هون. وفي كمان بؤرة هون، طب وين النقطة اللي بتتحرك؟ النقطة اللي بتتحرك هيها. س وص. العافية باشمهندس. معي؟ وصل هيك يطلع تعريف القطع هاد هو المحل الهندسي لنقطة تتحرك في المستوى بحيث يكون مش مجموع بعديها، لا، الفرق المطلق بين بعديها عن نقطتين برضو ثابتتين يساوي
نفس الكلام مقدار مقدار ثابت اللي هو برضو 2 ألف، وهون البؤرتين برضو. بس الفرق المطلق ايش يعني الفرق المطلق؟ يعني البعد هذا ناقص البعد هذا، الكبير ناقص الصغير. الفرق المطلق يعني الكبير ناقص الصغير. يبقى هون مجموع بعديها، هون الفرق المطلق بين بعديها. يعني هون في بعد نقطة عن نقطة وبعد نقطة عن نقطة، البعدين هذول اجمعهم بعطيك 2 ألف. هون النقطة هاي بعدها عن النقطة الأولانية وبعدها عن النقطة الثانية، اطرح البعدين هذول برضو بيعطيك مين؟ برضو بيعطيك 2، بعطيك 2 ألف. هذا تعريف القطع ايش؟ القطع الزائد. المرة الجاية إن شاء الله هي بهذا القدر، والحصة الجاية بنحل الأسئلة، الحصة الجاية بنحل الأسئلة إن شاء الله. سهلات ما فيش فيهم إشي. الله يعطيكم العافية، نشوفكم الحصة الجاية مع حل الأسئلة.